اتفق الدكتور قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة النيابية ومحافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مع وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي على وجوب حسم قضية المحجوبة رواتبهم في دائرة صحة صلاح الدين بمختلف جوانبها القانونية والإنسانية، وتعهد وزير الصحة بالبحث عن حل عاجل وحسم الجدل بهذه القضية الملحة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعتبار ذلك أولوية استثنائية، فيما طمأن رئيس لجنة الصحة النيابية ومحافظ صلاح الدين المحجوب رواتبهم بمواصلة البحث عن حل يراعي أوضاعهم الإنسانية.